أقل الوتر ركعة، وذلك الحديث معاوية أو حديث ابن عباس رضي الله عنه سئل، جاءه رجل فقال: ألم ترك ماذا فعل معاوية؟ قال: وماذا فعل؟ قالوا: أوتر بركعة. يعني كأنهم ينتقدون معاوية على هذا الفعل، يريدون أن يعني يهيج ابن عباس عليه. قالوا: أوتر بركعة. فقال أبو هريرة، قال ابن عباس: إنه فقيه، إنه فقيه. فأيده على هذا الفعل. فهذا أقل الوتر، أقل الوتر ركعة، يجوز الإنسان يوتر بركعة. قالوا: أكثره 11 ركعة، بينهما جائز، يعني أن يصلي 3 ركعات، أن يصلي 5 ركعات، أن يصلي 7 ركعات، أن يصلي 9 ركعات، أن يصلي 11 ركعة، هذا أكثر الوتر. وهل يجوز أن يزيد على 11 ركعة؟ الصحيح يجوز، يجوز أن يزيد، ولكن أهم شيء العبرة كما قال أهل العلم، العبرة بالكيف لا بالكم. يعني أهم شيء أنه يصلي صلاة فيها خشوع وطمأنينة وإطالة قراءة، هذا هو الأصل في الوتر. وإذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي حديث حذيفة وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة في الوتر البقرة وآل عمران والنساء، يعني تكلم عن 5 أجزاء ونصف تقريبا في ركعة واحدة، فما بالك في باقي الركعات كم صلى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الأصل في الوتر الإطالة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالعبرة إذن بالكيف لا بالكم. فزيادة عدد الركعات لا يضر، لو صلى الإنسان وتره 23 ركعة مثلا أو 41 ركعة أو أقل أو أكثر ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن مع الطول ويلتزم بإحدى عشرة ركعة، هذه السنة، هذه السنة أن يلتزم بإحدى عشرة ركعة ويطيلها، هذا هو الأفضل، وهكذا هي السنة.